كابتن عادل بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ليه يبقى واحد؟ يعني الشناوي شفنا شال ثلاث كور في منتهى يعني على الرغم ان هو بقاله فترة كبيرة جدا طول الماتش، والكور دي جات له بطريقة مفاجأة وكلها في الشوط الثاني. محمود وحيد بعد الغياب بيرجع، ياسر ابراهيم عمل مباراة رائعة يعني مفيش بانون بعد ما كان بيلعب ثلاث ماتشات ورا بعض ومبارح يأدي بالشكل ده. والراجل ده بخيل قوي، بخيل قوي في الكورة. الكورة تطلع من رجليه لواحد بيغلط، نادرا ما بيغلط في التمريرة، بيقطع الكورة بمنتهى السهولة ومن غير ما يرتكب مخالفة. هاني بعد ما كان ماسك أكتر مهاجمين على مستوى الخطورة على الأطراف سواء مع بطل أوروبا أو بطل أمريكا، ومع ذلك امبارح بيأدي منتهى التواضع على الرغم من الهجوم اللي اتعرض على الأهلي في ماتش الدحيل، لكن الماتشين اللي بعديهم امبارح هاني احنا شفناه عمل كرات العرضية كأنه بيلعب طرف، كأنه جناح يمين، عمل كورسات كتيرة جدا، تطور أداؤه بشكل غير طبيعي. عملية التغطية، عملية الكرات العكسية، القطع الكرة، الارتداد السريع، المراوغة، عملية الـ كان زمان هاني ساعات بيخش غلط يا هاني، كان دايما بيبقى الوقفة بتاعته صلح الوقفة وبقى يخلي الراجل المهاجم او الراجل اللي على الطرف دايما واخده لبره، مش ساعات كان بيفتح له المسافه لجوه فبيعمل خطوره شويه ياخد لجوه، فدايما بيبقى مديله المساحه بحيث ان هو ياخده على الطرف الخارج. بحيث ان هو يقدر ينقض عليه، وزي احنا شفناها في ماتش البايرن بالظبط كان في منتهى الروعه. ديانج بقاله فتره كبيره برده ما بيلعبش، بيلعب 10 دقائق ومع ذلك امبارح بيروح على الاطراف ويغطي ورا محمود وحيد ويغطي ورا يعني طبعا بواديه. طبعا امبارح الحقيقه الفريق كله ماكينه الاهداف اشتغلت عند بواليه الحقيقه. هو بس محتاج انه لانه جه على طول من الجونه لسه عمليه التحركات، وخاصه ان احنا ساعات هاني والله كابتن هاني بسمع حاجات يعني يتقال ان احنا المفروض نلعب براسين حربه. راسين حربه دي يعني انا وانا بدرب في السبعينات ولا الثمانينات عمري ما لعبت براس حربه. راس حربه وهمي، العالم كله بيلعب براس حربه وهمي، مفيش واحد ثابت، بيسقط وبعدين تبص تلاقي اربعه خمسه بيروحوا في الحته دي يجيبوا جوال، وده اللي احنا برضه شفناه امبارح والراجل بيشتغل كده برضه. ف بواليا امبارح اتحرك كويس قوي، شفناه كان ضارب الاوفسايد وجايب الجول الثالث. تحركاته كمان ساعدت ان يكون كهربا يجي له فرصه، ساعدت ان قفشه كتير جوه ال 18، ساعدت ان اجاييه كمان يكون بيلعب بيعمل اسيست كويس قوي لكهربا. فده يا كابتن اللي بنقول عليه فكره ان راس الحربه بقى هو المطالب دايما. طبيعي انك مطالب تجيب جول، لكن الكره الحديثه شويه يعني محمد صلاح هداف البريمير ليج مش 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 سترايكر، بيلعب جناح، وده مولر مثلا في المانيا او في البايرن، وهكذا لعيبه كتيره جدا بتلعب تحت زي ما حضرتك بتقول شادو سترايكر، بتطلع وتحركات راس الحربه هي اللي بتحدد الكلام ده يقدر يروح فين. يعني لما تشوف جوارديولا ما بيلعبش براس حربه،